السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ انبوكسنج جديد لموقع ترينديول التركي. بس اللي عايز اوضحه لكم بقى من غير ما اوضح، تعالوا نكتشف مع بعض ونشوف. طبعا يعني بتيجي زي ما بقول لكم مع شركات شحن كتيره، زي ما انتم شايفين كده كانت الكرتونه مغلفه بالسير دوت، لان الكرتونه تقيله شويه. ولكن خلينا نفتح ونشوف كده ايه اللي فيها. تمام، بس في هنا حاجة بقى، ان هي كانت مفتوحة بالشكل ده او بالطريقة دي، فربنا يستر بقى ما يكونش في حاجة ايه وقعت منها. خلوني افتح وايه معاكم ونشوف مع بعض ايه الحكاية، وادعوا بقى ربنا يستر ما يكونش في حاجة وقعت او مفقودة من الشحنة. طبعا انا ما جربتش ان لو في حاجة مفقودة من الشحنة ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيتم معاهم، ولكن جربت المرتجع كامل. تمام، اعتقد ان هم ما عندهمش قصه تعويض على قد ما هم عندهم بس فكره ان هو يرجع مره واحده. يعني خدت بالكم؟ واحنا الواحد ما بيصدق يشتري الحاجه طبعا في العرض والكلام ده كله، فكون ان انت ترجعها فانت هتخسر الفايده بتاعه الايه. طبعا هم طالبين، بس جايين في طلب واحد اتحطوا في كرتونه واحده. خليني اوضحها لكم كده، هم شايفين هم كرتونتين، ادي واحده تمام وادي الثانيه. شايفين اللي عايز اوضحه لكم بقى من الانبوكسنج ده، ان ال ترينديول مش بس بتاع ملابس وحاجات زي كده، لا كمان ادوات مطبخ. ولكن الفكره مش حاجات كتيره، بس في حاجات كويسه بصراحه. احيانا بيكونوا مغاليين في السعر شويه، ولكن انت مع الكوبونات ومع الخصومات بتقدر تاخد الحاجه بسعر ايه، يكون بسعر كويس. تعالوا نقول بسم الله كده ونفتح ونستكشف مع بعض. خلي الكرتونه ديت نفتحها بعد كده لما نخلص دي. بسم الله، شايفين معايا؟ ده غطا الحلة، غطا ازاز طبعا. وادي دي حلة جرانيت، الحجم صغير يعني، دي صغيرة زي ما انتم شايفين، بس الخامة مبدئيا يعني كويسة جدا صراحة. طيب خلينا نكمل فتح دي. غطيان، ايوه دول غطيين. ما نشوف بقى، ما نشوف. ايوه عندي احساس كده ان في غطا وقع. ده حلة وغطا برضو، هنفتحهم مع بعض كده ونشوفهم. ادي الغطا، وادي الحلة. ده حجم الوسط، جميل وظريف يعني، اعتقد ان هو اهو. ادي الغطيان. مظبوط زي ما انا قلت، في غطا كده وقع، لان ثلاث حلل باثنين غطا بس، زي ما كانت مفتوحه الكرتونه في غطا وقع، قدر الله ما شاء فعل. طيب تعالوا كده خلينا اظهر لكم الطعم كده جنب بعضه عشان تشوفوا ده كده. لان هنا صدقوا لقيت تلات غطيان في قلب الكيس، والله فرحت. استنوا خلوني افتح كده الكيس ونشوف مع الغطا هيكون الشكل عامل ازاي، واحط لكم الطقم كده جنب بعضه عشان تشوفوه. طبعا الاسعار يا جماعه هما بيبقوا معلين في السعر شويه. اوكي تعالوا نقرب، ولكن زي ما بقول لكم مع الكوبونات انت بتقدر تاخدها بسعر يكون كويس. في مسامير، في مسامير، ادي الغطا.
عايز طبعا اوريلكم المنظر النهائي برضو هيكون عامل ازاي، زي ما احنا بنعمل التجربة عايزين الناس تستفيد منها وتشوفها على ارض الواقع تستاهل ولا ما تستاهلش. انا شخصيا شايف ان هي تستاهل بصراحة. طبعا مش عارف اربط، ممكن يكون المسمار بس عايز يتغير، لكن طيب ما علينا. ادي يا جماعة الشكل بيكون عامل كده. قريب معاك ولا نقرب زيادة؟ تعالوا نقرب زيادة عشان نقدر نشوف مع بعض. كده وضحت معاكم. ادي طقم الحلة جرانيت، تمام. الحلة دي الكبيرة، بس الكبيرة طبعا ده حجمها اصلا اهو، يعني عشان برضو تبقى واضحة بالنسبة لكم. ادي اهو ايدي اهو شبر يعني، والشبر اكبر منها بشوية. ديت اهي ده حجمها الصغيرة خالص يعني باينة اهو، يعني صغيرة لتخديع حاجات كده بسيطة جميلة صغيرة كده. والوسط برضو انا شايف الحجم جميل رائع، ينفع في حاجات كتير، وده الحجم اللي هو اللي بيعتبر الكبير. طبعا بيبانوا الاحجام يا جماعة في الصور، بتبان احجام كبيرة جدا، تمام. وهو ده دايما هو ده اللي بيحصل في عملية الايه الشراء الاونلاين، ولكن ما علينا. يعني ما هواش كبير وما هواش برضو صغير قوي، ولكن هو خليني اقول لكم ان هو صغير. احيانا انت ممكن تشتري مجموعة حلل يكون هو ده الحجم الصغير اللي فيها، اللي هو جاي هنا وسط، تمام. فالخامة كويسة، هنشوف بقى في التجربة طبعا هل بتلزق الاكل فيها، بتعمل بتقشر، الكلام ده كله هيبان في التجربة بتاعتها. ولكن مبدئيا انا بعتبرها تجربة كويسة مقارنة بالسعر اللي هي بتقف بيحطوه بسعر عالي، يعني مثلا بيحطوه احيانا ب 400 ريال، 350 450 ريال، ولكن مع الكوبونات حقا الحق انا واقف مثلا معاه بحوالي 55 ريال تقريبا. فاعتقد 55 ريال ممكن اجيب بيهم مثلا قطعة واحدة زي ديت او اللي هي دي، فاكيد جبت قطعة وعليهم اتنين كمان زيادة او فري. واعتقد ان هي تجربة كويسة وتستحق ان احنا نكون ايه نشوفها مع بعض. تعالوا كده هنلم اللمة ديت ونجيب الكرتونة التانية ونشوفها مع بعض. يلا جاهزين ونفتح مع بعض الكرتونة التانية كده العدلة بتاعتها. يلا خلينا نفتح ونشوف. بسم الله. وعايز برضه ما تنسوش، عايز اشوف تعليقاتكم على الحلل او طقم الحلل ده، ايه تعليقاتكم عليه؟ وهل السعر كده كويس بالنسبه له ولا لا؟ اللي هو كان ال59 ده طقم. تعالوا نشوف كده مع بعض. مبدئيا مش عارف ليه حاسس ان انا معجب بده، بس برضو الاحجام هي نفس الحكايه. يعني خلينا افتكر بس الوصله بس عشان ايه. ايوه هما فوق بعض كده التلاته، عشان ما بقدرش ارجع احطهم مره تانيه. واليدات برضو او المقابض بتاعتهم اهي. تعالوا كده خلاص الكرتونه نفتحهم ونشوفهم سوا ونشوف برضو راينا. دي طقم استصاد اهو، ولكن خلينا نبدا بالصغيره. حاسس ان هي صغيره جدا، ملزقين او مغلفين تغليف كويس بصراحه. تعالوا خليني افتح كده. برضه غطيان ازاز لكل طاسه، هوريها لكم اهو. الفكره كلها او الخدعه كلها يا جماعه في الحجم. الحجم دي اصغر طاسه منهم، والحجم شايفه صغير خلاص. في هنا برضه حاجه زي التقشير، وده اللي انا بقول لكم عليه. هنشوف بقى الحاجات دي كان هتقشر الطلاق ده ولا ايه، لان هو ده اللي هيفرق معانا. طيب
ادي حجم ومعاه الغطا بتاعه، يعني اللي بيعمل حاجة زي كده سواء لو بتحتفظ بحاجة مثلا ولا بتاع وعايز تشيلها، خليني اوريكم عشان تشوفوا بس ماسكها بإيدي، شايفين؟ تعال ندخل على الحجم الكبير على طول، واللي ممكن حتى هنقول هيبقى برضه للاستخدام كويس، نفتحه ونشوفه ايه مع بعض. بسم الله. يعني برضو الاونلاين خلونا نقول يا جماعة ايه لا تثق فيه بنسبة 100%، خلينا نكون صريحين مع بعض. دي كويسة، انا شايف ان ممكن ليها استخدام كويس، بس اهو يا دوبك هو الشبر كده واصغر كمان سيكة، تمام اهو شايفين السمك بتاعها. فالاحجام صراحة خلينا نقول ان هي صغيرة، ما هياش بالكبيرة، وده الحجم الوسط بتاعهم. افتحوا لكم برضو شوفوه، يعني اتمنى ان انا اكون بعمل التجربة للناس تستفيد وتحاول تفهم كل حاجة عن موقع ترنديول التركي. وطبعا في اكواد خصم انا بسيبها يا جماعة في التعليقات، يعني اللي ما تشتريش غير باكواد الخصم، يعني انتظر اخر الاسبوع، انتظر لما يبدأوا الخصم واشتري، ما تشتريش اي حاجة في وقت ما فيهوش خصومات، تمام؟ لان الاسعار مبالغ فيها، ولكن مع الخصومات اعتقد ان الاسعار هتكون كويسة. برضو نفس الحكاية، هنا الطقم ممكن السعر بيوصل حوالي 50 ريال تقريبا، بس الاحجام بصراحة صغيرة، يعني ده تقييمي للحكاية ان الاحجام صغيرة. و يعني انا ما شفتش بصراحه فكره الاسعار على الصوره او الجزء بتاع العرض على الموقع، تمام؟ ولكن المقاسات انا بقول لكم صغيره، الصغيره خالص ديت يعني مش عارف تنفع في ايه يعني بصراحه، صغيره ممتوطه جدا. الوسط يعني اوكي، اللي هنعتبرها الكبيرة اللي هي شبر زي ما وريتكم كده، يعني دي اللي تنفع في حاجة يعني تتعمل، ولكن استخدام صغير لفرد مثلا ولا حاجة او لفردين، اعتقد ان هي ممكن يعني حاجات الرفاية دي بتبقى احيانا مطلوبة في المطبخ بشكل كبير. فخلينا نقول تجربة من موقع ترنديول، واي استفسار ليكو انا مستنيكو في التعليقات. شكرا ليكو، والسلام عليكم.